بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلاب، طلاب الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتكلم معكم اليوم عن درس بعنوان التسارع. العلاقة بين التسارع والتغير في السرعة. شباب، السرعة المتجهة هي مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته، وبذلك تتغير السرعة المتجهة لجسم ما إذا تغير مقدار سرعته أو تغير اتجاه حركته أو كلاهما. فالسرعة المتجهة مقدار سرعة الجسم وتحديد الاتجاه، يلزم مع المقدار تحديد الاتجاه. والسرعة المتجهة تتغير إذا تغير مقدار سرعة الجسم أو تغير اتجاه حركة الجسم أو الاثنين معا. العلاقة بين التسارع والتغير في السرعة. التسارع هو التغير في السرعة المتجهة مقسوما على الزمن اللازم لهذا التغير. والسرعة تتغير إما بالزيادة أو النقصان، فيذكر تزايدت أو تناقصت أو كلاهما. يكون الجسم في حالة تسارع إذا تغيرت السرعة بالزيادة أو بالنقصان، يكون الجسم في حالة تسارع. فالتسارع هو التغير في السرعة، بمعنى أن سرعة الجسم كانت 50 متر على الثانية وأصبحت 20، أي تناقصت. كانت 20 وأصبحت 50، أي تزايدت. فهذا كله تغير في السرعة، وإذا حدث تغير في السرعة يكون للجسم تسارع. العلاقة أيضا بين التسارع والتغير في السرعة. قانون التسارع. التسارع بيساوي السرعة، التغير في السرعة على الزمن. التغير في السرعة يحسب بالسرعة النهائية مطروحا منها السرعة الابتدائية، ثم نقسم الناتج على ايه؟ على الزمن. اي ان تاء بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على زي. وحدة قياس التسارع هي متر على الثانية تربيع. السرعة النهائية مطروحا منها السرعة الابتدائية سواء كانت بالتزايد أو بالتناقص. يعني سرعة الجسم كانت 50 وصارت 20، فنقول 20 ناقص 50. وإذا كانت 10 وصارت 40، نقول 40 ناقص 10. السرعة النهائية سواء كانت هي الأكبر أو الأصغر. فالتسارع بيساوي التغير في السرعة مقسوما على الزمن. أنواع التسارع. لو نظرنا إلى الرسمة ديت يا شباب، السرعة هنا الجسم يصعد لأعلى، الجسم يصعد إلى أعلى. لو نظرنا إلى
متجه الحركة أو متجه السرعة نلاحظ أنه يقل، أو طول المتجه يقل، وليكن السرعة كانت 40 صارت 30 صارت 20 صارت 10. الحركة والتسارع في اتجاهين متعاكسين، بمعنى الجسم يصعد إلى إلى تل لأعلى أو يصعد إلى أعلى، سرعته تقل فيكون تسارع الجسم في عكس اتجاه تسارع الجسم في عكس اتجاه حركته. وبالعقل يا شباب، السرعة كل مدى أو السرعة تقل، أي أن السرعة النهائية تكون أقل من السرعة الابتدائية. ولو حسبنا التغير في السرعة هنقول السرعة النهائية ناقص الابتدائية يعني هتكون بالسالب، ولو قسمناها على الزمن فيكون التسارع بالسالب. فالتسارع السالب هو تسارع تناقصي، السرعة فيه تقل. لو طرحنا أي سرعة ناقص السابقة لها هيطلع الناتج بالسالب، هنقسمه على الزمن يطلع التسارع بالسالب. ولو نظرنا للرسمة اللي على اليمين اللي على اليسار، الجسم يهبط منحدر إلى أسفل، لاحظ متجه السرعة وليكن هنا 10 هيصير 20 هيصير 30 هيصير 40، نلاحظ أن السرعة تزداد. وطالما أن السرعة تزداد، لو أنا بحسب دلوقتي التسارع هقول إيه؟ هقول السرعة النهائية مطروحا منها السرعة الابتدائية، أي مثلا نقول 20 ناقص 30 أو 30 ناقص 20 أو 20 ناقص 10. المهم يا شباب أن السرعة تطلع بالإيجاب أي موجبة، فالتسارع هنا سيكون موجب وهو تزايدي، ويكون في اتجاه الحركة. إذا كانت السرعة تزداد يكون التسارع في اتجاه الحركة، أما إذا كانت السرعة تقل يكون التسارع في عكس اتجاه الحركة. لاحظ الرسمة الأفقية، لاحظ متجهات السرعة، متجهات السرعة ثابتة، يعني سرعة الجسم هنا لو 20 هنا أيضا 20 20 20 لا تتغير السرعة. طالما أن السرعة لا تتغير إذن التسارع يكون صفر، لأن لو قلنا مثلا هو التسارع والتغير في السرعة، يعني أقول 20 سالب 20 هتكون صفر، أو 20 سالب 20 صفر، هنقسم الصفر على الزمن هيبقى الناتج صفر. فالحركة هنا ثابتة والسرعة ثابتة والتسارع صفر. فعندنا يا شباب ثلاثة أنواع من التسارع: تسارع سالب، تسارع ثابت، تسارع موجب. حساب السرعة، عندنا هنا مسألة يا شباب، علشان التسارع مرتبط بالسرعة هناخد مسألة الأول على حساب السرعة. وأنت تركب دراجتك احتجت إلى 30 دقيقة للوصول إلى بيت صديقك الذي يبعد 90 كيلو متر عن البيت. انت راكب الدراجة ورايح لزميلك، وبعدين بين بيتك وبين بيت زميلك 9 كيلو، بين بيتك وبيت زميلك 9 كيلو، والمدة اللي هتحتاجها علشان تروح لزميلك 30 دقيقة، ما مقدار سرعتك؟ قانون السرعة يا شباب، السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة كام؟ 9. الزمن كام؟ 30 دقيقة، والتلاتين دقيقة هنحولها إلى ساعة، يعني هنقسم 30 على 60 هتطلع نص. لو قسمنا تسعة على نص هتطلع 18 كيلو متر لكل ساعة.
تسعة قسمة نصف هيكون الناتج 18 كيلو متر لكل ساعة. حساب التسارع، مسألة على التسارع. واجه متزلج يتحرك بسرعة 8 متر لكل ثانية انحدارا أدى إلى زيادة سرعته إلى 18 متر لكل ثانية خلال زمن مقداره 5 ثانية. احسب تسارع المتزلج. المتزلج هذا كانت سرعته في البداية 8 متر لكل ثانية، هبط في منحدر، المنحدر أدى إلى زيادة سرعته من 8 إلى 18، والمدة أو الزمن 5 ثانية. احسب تسارع المتزلج. التسارع بيساوي التغير في السرعة مقسوما على الزمن. التسارع بيساوي التغير في السرعة مقسوما على الزمن، يعني هنقول عين اتنين ناقص عين واحد مقسومة على زي. عين اتنين يعني السرعة النهائية، هل هي 8 ولا 18؟ 18. عين واحد السرعة الابتدائية، هل هي 18 ولا 8؟ 8. يبقى 8 18 ناقص 8 مقسوم على زين اللي هو الزمن بكام؟ 5. 18 سالب 8 10، نقسمها على 5 هيطلع 2 متر لكل ثانية تربيع. 2 متر على ثانية تربيع، لأن وحدة قياس التسارع متر على ثانية تربيع. ناخد مسألة يا شباب على المسافة. التسارع له علاقة كبيرة بالسرعة والمسافة، فإحنا يا شباب أخدنا مسألة على التسارع ومسألة على السرعة ومسألة على المسافة. تحركت سيارة بسرعة 80 كيلو متر خلال زمن قدره 2 ساعة، فما المسافة التي قطعتها السيارة؟ سرعة السيارة 80 كيلو متر والزمن 2 ساعة، المسافة بتساوي السرعة في الزمن. السرعة 80 والزمن 2، نضرب الاتنين في 80 ب 160 كيلو متر. وطبعا بنقول كيلو متر ليه؟ لأن ده وحدة قياس المسافة. في أشياء بتقابلنا يا شباب في الحياة قدامنا بتوضح التسارع، إذا كان التسارع موجب أو التسارع سالب أو كده. لو احنا السيارة المبينة في الشكل تتسارع نحو اليسار لأن مقدار سرعتها يزداد، مقدار سرعتها يزداد. هنا يا شباب التدريج صفر، 10 سنتيمتر، 20 30 40 50 60 70 سنتيمتر، ده ايه؟ ده التدريج. في الخمس ثواني الاولى قطعت السيارة 10 سنتيمتر، وفي العشرين في العشر ثواني الثانية قطعت السيارة 20 سنتيمتر. فنلاحظ يا شباب ان السرعة تزداد، المسافة بين السيارة كل مدى ايه؟ تزداد. فهذا دليل على ان السرعة تزداد، سرعة السيارة تزداد، وبالتالي التسارع يزداد، لان التسارع هو التغير في السرعة. كل ما السيارة زادت سرعتها كل ما كان التسارع اكبر وقيمته اكبر. لو هناخد الاتجاه من اليسار لليمين هنقول ان السيارة سرعتها ايه؟ بتقل. لو السيارة هذه نقطة البداية هنلاحظ ان السيارة تتقارب، اماكن السيارة تتقارب كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين، بمعنى ان السرعة تقل. يعني السرعة 50 صارت 40 صارت 30 صارت 20. فلو حسبنا التغير في السرعة
هنقول مثلا 20 ناقص 30 ناقص مثلا 40، هيكون التسارع بالسالب. فالسرعة إذا زادت يكون التسارع موجب وهو تزايدي، إذا السرعة قلت التسارع يكون سالب وهو تناقصي. فهذه أشكال بتوضح التغير في السرعة وبالتالي التسارع. يبقى السيارة يا شباب إما أن سرعتها تزداد وبالتالي يكون التسارع موجب، إما سرعتها تقل ويكون التسارع سالب ويكون في عكس اتجاه الحركة، أو أن سرعتها ثابتة، ومعنى أن السيارة سرعتها ثابتة أي أنها تقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. يعني إحنا لو حسبنا يعني سرعتها لا تتغير على طول الدوام، لا تتغير، هي تسير بسرعة مثلا 50 كيلو متر في الساعة لا تتغير، وبالتالي لو حسبنا التغير في السرعة هيطلع التغير في السرعة ايه؟ صفر، فيكون التسارع صفر. ايضا في اشكال توضيحية توضح تسارع الاجسام. هذا راكب دراجة، عندما يرغب راكب الدراجة في التوقف ايش يصير له؟ يقلل من سرعة الدراجة، وهذا يعني ان تسارعها سالب. حينما يضغط راكب الدراجة على المكابح او على الفرامل الدراجة هتاخذ سرعتها في النقصان، تقل السرعة ويكون التسارع تسارع سالب.